حد أساتذة أظن كلية أم جامعة أم القرآن وغيرها. بالضبط، أنا قرأته في الجامعة. كتب تعليقا على كتاب التصحيحات اللغوية. نعم. وبارك الله فيه، يعني أثنى عليه وعلى. ما طبيعة هذا الكتاب؟ تصحيحات لغوية يعني شيخ، هو مؤلفاتك الآن. تصحيحات نعم. لغوية. نعم. هو اسمه في عنوانه أن كثيرا من الاستعمالات اللغوية شابها خطأ. أيضا كثير من الكتب تولت تصحيحات أخطاء لغوية شائعة، وفي بعض هذه التغطئة شيء من التسرع. نعم. لأنهم اعتمدوا على أدلة واهية ولم يحيطوا لأن اللغة واسعة. عندما ما تقول والله الاستعمال الفلاني خطأ لأن لم يرد هذا الجمع في المعاجم، المعاجم لم تستوعب كل اللغة العربية، وما دام يعني مقيسا على قول العرب وعلى أوزانهم على مقاييسهم فهو عربي ولو لم تذكره المعاجم. المعاجم ذكرت ما وصل إليها من اللغة العربية، وأكثر الأشياء لم تثبتها، لم تثبت لديهم. فكان هذا الكتاب، وطبعا اعتمدت على المصادر كثيرة ومنهم التصحيحات اللغوية اللي قام بها مجمع اللغة العربية في القاهرة، وكتبت مجموعة كبيرة. يعني هو أكبر كتبي 650 صفحة وأكثر من ذلك. فاسمه تصحيحات لغوية. وأيضا هو ليس من الفائدة أن تذكر الناس بالأخطاء، بل من تيسير اللغة أن تخفف عنهم هذه الأخطاء. ما دام هناك شيء خطأوه وفيه وجه للصواب، لماذا نخطئه؟ بحيث تكون المساحة أمام الناس واسعة. نعم. فنحن نريد أن نقلل من الأخطاء، لا نريد أن نوسعها. لكن طبعا بحسن النية بعض الكتب وسعت هذه الأخطاء. ما دام هناك وجه. نعم. وجه سليم ولغوي. نعم. لتصويب هذه الأخطاء، لماذا نتمسك بأنها كخطأ؟ نخفف عنها حتى نخفف الثقل من الناس. الله. لأن عملية الأخطاء هي قيد. نعم.